والله أنا كنت أتمنى أكمل، ولكن أنا مش حابب أعمل كده. ثانيا أنتم فاهمين دي قناة فرنسية وأنا جاي على هذا الأساس، والله لو كنت صراحة معايا من الأول كنت قلت لكم لا. كنت هتيجي ولا لا؟ لا كنت مش هاجي بغض النظر بنكرهك أو لا. بتشوف إنه المفروض. مساء الخير مشاهدينا حول العالم، مرحبا بكم وحلقة نقاش جديدة. ضيفنا اليوم هو في الأصل إعلامي كوميدي، ضيفي وضيفكم أتعس الله مساءكم أقصد، هو مقدم نشرة أخبار 25. إذن ضيفي وضيفكم هو إعلامي كوميدي سيد أبو حفيظة أكرم حسني. أهلا وسهلا أكرم، بنرحب فيك معنا. أهلا بك يا سارة، منورين. أكرم، بداية دعنا نعرف الجاليات العربية حول العالم، من هو أكرم حسني؟ أنا عندي 37 سنة، بدأت أكتشف موضوع الكتابة الكوميدي، فبدأت أشتغل على شخصية سيد أبو حفيظة، فبقالي حوالي 3 سنين بقدمها والحمد لله في قبول. أنا متجوز وعندي بنت وولد وبس. أكرم، خلينا نقول من أين استوحيت شخصية سيد أبو حفيظة؟ هو شخصية سيد أبو أنا حفيظة، أنا أول شيء افتكرت إنه بشوفك مع نظارات و لسه كنت بحكي لهم إن كان في طالبة في كلية الإعلام بتعمل مشروع التخرج بتاعها، فكلمتني قالت لي أنا عايزة أعمل لقاء معاك، قلت لها اتفضلي. فجابت عمها معاها، كانت جاية من بعيد وخايفة تتأخر فجابت عمها معاها. فروحت في معادي وقعدنا وبدأنا نتكلم، فبعد حوالي نص ساعة بدأ عمها يبص في الساعة، فأنا ما فهمتش، بدأ يقول لها بصي المواعيد بتاعته وعمال بس في البرامج ينتقد السلوكيات اللي مش هو متخيل إن كان أبو حفيظة اللي هيجي مش أنا. فلما عرفته إن أنا أبو حفيظة وأنا جاي في معادي، فبدأ يقول لي لا أنا مش رابط، أنا متخيل إن هيبقى قدامي النضارة والراجل الأقرع وكده. هي الفكرة ببساطة إن شخصية سيد أبو حفيظة دي شبه المصريين شوية، مش كل المصريين طبعا، في مصريين حلوين، ولكن هو شبههم في الروح بتاعته. الراجل الأصلع بالبدلة بتاعته اللي هي موديل السبعينات شوية، بالمنديل اللي بيحطه على الياقة بتاعته، بشنبه بتلاقيه دقنه سايبها شوية، بنضارة، فهو تركيبة. أنا بشوف إن سيد أبو حفيظة ده تركيبة كده مصرية، لو طلعتيها بره مصر ما ياكلش عيش، هو بياكل عيش في مصر. هو تناول سياسي بشكل مختلف. انا ما بشوفوش سياسي قد ما بشوفه اجتماعي. يعني انا دايما بتسال انت اتجاهاتك السياسيه، انا ماليش في السياسه ولا بحبها ولا بحب اقرا فيها. انا كل الموضوع ان انا زي اي مواطن مصري وزي اي مجتمع في الدنيا، ما في مشاكل بحس بمشاكل الناس اللي عايشين حواليا، بشوف مشاكل الناس وانا يمكن بحب اتامل شويه. فلو قاعد في مكان هتلاقيني عيني بتجيب الحاجات اللي مش معتاده، الحاجات اللي القابله للتفكير، بقعد اتامل فيها واحاول اشوف دي ممكن تتعالج ازاي. فمن هنا كانت عين ابو حفيظه بترصد شويه المشاكل بتاعتنا المصريين، الواقع بتاعنا ازاي يبقى احسن، وبدات اتناول ده من خلال بلاك كوميدي، من خلال البرامج اللي انا عملتها. بالتوفيق. ربنا يخليك. أكرم، خلينا نقول شو رأيك بثورة اللوتس؟ بصي، أنا بشوف إن أي ثورة بتقوم ضد أي نظام فاسد هي تصحيح لمسار بشكل واجب. يعني أنا بشوف إن إحنا مثلا الثورة المصرية بتاعتنا كانت لازم تحصل، اجلا ام عاجلا لازم هتحصل، لان الشعب المصري شعب عنده خامته حلوه قوي، وشعب محترم قوي، وشعب ما يستاهلش اللي كان بيحصل له. فانا شايف ان الثوره المصريه من اعظم الثورات اللي حصلت، وخاصه انها انا بشوفها ثوره حريات بتطالب بحريه، مش ثوره لتحقيق مطالب معينه. يعني طول الوقت حتى لو في مطالب، فالمطالب دي هي الادوات اللي عايزين نوصل من خلالها للحريه، لكن هي في الاساس هي ثوره حريات. فانا بشوفها حاجه في منتهى الرقي والتحضر، وايا كان الحاجات اللي بتحصل دلوقتي، الحاجات السلبيه اللي احنا مش مبسوطين منها، ولكن النتيجه حاجه عظيمه قوي.
البعض يقول أن ميدان التحرير كان مجرد مكان لتجمع المصريين لإقامة حفلات السمر. كيف ترد؟ والله أقول لك على حاجة، أي حاجة في الدنيا أنت ممكن تتناوليها من مليون زاوية حسب أنت عينك عايزة تشوف إيه. زي التلفزيون، التلفزيون أنت ممكن تفتح التلفزيون فتضيع يعني تضيعي 10 ساعات من يومك قدام حاجات مش هتقدمك، وممكن تضيع العشر ساعات دول في حاجة محترمة جدا ومفيدة جدا هتنعكس عليك وعلى حياتك الشخصية. فاللي عايز يبص لميدان التحرير على أنه هو مكان بيتعمل فيه حفلات، دي وجهة نظره هو. لكن اللي أباد نظام فاسد هو ميدان التحرير، اللي بيصر على محاكمات عادلة وسريعة هو ميدان التحرير، اللي الناس النهاردة بتحاول أنها تركب على انتصارات الناس اللي كانوا في ميدان التحرير دول أصلهم يعني هو الأصل ميدان التحرير. البعض يرى أن من أسباب انطلاق الثورة الأساسية هو التزوير في انتخابات العام 2010، والبعض الآخر يرى أنه كانت بسبب مطالب فئوية والفقر. بصي، من وجهة نظري أنا الشخصية، نعم، ثورة يناير زي ما قلت لك هي ثورة حريات، لا كان الهدف منها تزوير بتاع الانتخابات ولا كان الهدف منها تحقيق مطالب، لا هو السبب أزمة ثقة لا ليها دعوة بالتزوير. وهي زي ما قلت لك كده، يعني يمكن مقتل خالد سعيد كان من ضمن الحاجات اللي ساهمت في ده، يمكن تزوير الانتخابات كان من ضمن الحاجات اللي ساهمت في ده، يمكن الاستهوان بالناس البسطة والفقراء بحياتهم وبأحلامهم يمكن كان ده السبب، يمكن عدم إحساس المواطن بأنه هو ليه قيمة في بلده ممكن ده يبقى السبب، يمكن الناس اللي كانت بتغرق وهي رايحة علشان تشتغل في حتة بره عن طريق الهجرة غير الشرعية يبقى ده السبب، الدويقة المتوقعة الناس يبقى هو ده السبب، رغيف العيش يبقى هو ده السبب. ما أقدرش أختزل الثورة في أنها تزوير في انتخابات. البعض يرى أن لإسرائيل يد في إشعال نيران الثورة المصرية كما ادعى الإعلام المصري. ترديد نغمة أن إسرائيل ورا ده وأن أمريكا ورا ده أنا بشوفه ليه جزئيتين يعني أو سلبيتين. السلبية الأولانية أنه هو بيسرق ثورتنا وبيحسسنا أن إحنا عبارة عن عرايس بنتحرك. الحاجة الثانية بيفقدنا مصريتنا كمان، مش فرحتنا بالثورة بس، يعني حتى كمان الثورة اللي قمنا بيها بنطالب بحريتنا مش من صناعتنا. فأنا ضد ترديد النغمة دي. ألا تجد أنه ليس من المنطقي أن تساعد إسرائيل في خلع مبارك وهو كان يراعي المصالح الإسرائيلية؟ وده سبب أدعى ومؤكد اللي أنا بقوله لك، إن إحنا كان عندنا ما شاء الله نظام سابق يعني كان إرضاء إسرائيل عنده وأمريكا في المقام الأول، وما ديد لهم خطوط غاز يعني عندنا ما شاء الله يعني علاقات لطيفة. فده أدعى يعني ده يأكد كلامي. أكرم، أنت مع أو ضد تصدير الغاز لإسرائيل؟ ضد. لماذا؟ يعني إيه أصدر الغاز وأرجع أستورده؟ طب ما صدروش. يعني إيه أصدر الغاز لكيان محتل والكيان مصر على الدموية ومصر على العنف في حين ان ولاد بلدي اولى بالغاز ده؟ احنا عندنا مثل بيقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. يعني لو انا بلدي محتاجة ما ينفعش اطلع مواردي الطبيعية بره وانا بلدي محتاجة، لا اوفر للناس الاول وبعدين ابقى اصدر اللي فيه ده. وما صدروش لكيان انا ضد سياسته. قد يكون بين الدول وبعضها أو بين السياسة الحكام وبعضهم في سياسة أو في، ولكن أنا كواحد من الشعب وأعتقد أن ده ظاهر جدا في مطالب الثوار من بعد التنحي، فكرة قطع الغاز عن إسرائيل. أنت ترفض نظرا لاحتياج الشعب المصري
للغاز المصري أم أنت ترفض تصديره لإسرائيل تحديداً؟ لو الشعب اكتفى من الغاز نصدره لأي مكان ما عدا إسرائيل. إذن أنت ضد التطبيع مع إسرائيل؟ 100%. ولكن التطبيع مع إسرائيل مفعل على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي. عشان كده قلت لحضرتك هما دي لعبة حكام مش لعبة شعوب. يعني اسألي أي مواطن بسيط ماشي نطبع علاقات مع إسرائيل هيقولك لا. لماذا يتعامل العرب وكأنه لم يكن هناك تواجد إسرائيلي قبل العام 48؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ لأنه كان هناك تواجد إسرائيلي وكان هناك قرار بالتقسيم، تقسيم الأراضي، والفلسطينيون هم من عارض هذا القرار ولم يلتزم به، رغم أنه تم التوقيع على هذا القرار من قبل الأمم المتحدة ووافقت عليه الدول العربية، ورغم ذلك لم يلتزم به الفلسطينيون. طيب أنا ما بحبش أخش في مجادلة مش مفيدة. يعني أنا مهما حكيت لك من وجهة نظر الشخصية عن أداء الكيان الصهيوني، هل ده هيغير من الأمر شيء؟ نحن ننقل رأيك للجاليات العربية حول العالم. طيب أنا رأيي الشخصي أن الأداء الإسرائيلي الصهيوني من قبل 48 إلى هذه اللحظة أداء بالنسبة لي مرفوض. ألا ترى أنه هناك ممارسات دموية وعنيفة من قبل الفلسطينيين تجاه الإسرائيليين؟ لماذا تضحك؟ علشان أنت يعني كررت الكلمة دي 3-4 مرات وإحنا بنتكلم، وأنا قلت لك إن إحنا لو يعني لأن الإعلام العربي موجه، هو يعرض وجهة نظر واحدة للعرب. يعني قد يكون الكلام تقول حرك عليه منطقي، ولكن أنا وجهة نظري الشخصية أكرم المواطن المصري، مش شايف إن الشعب الفلسطيني هو من بادر بالعنف. أنا شايف دايما العنف بتاعه بيبقى رد فعل، أنا ما بعتبروش عنف، أنا بعتبره دفاع عن النفس. أليس من حق المواطن الإسرائيلي أن يكون له وطن؟ حق. إذن لماذا يعترض العرب على هذا؟ بصي أنا أنا كأكرم ما عنديش مشكلة إسرائيل يبقى لها يعني أرضها. أصل فكرة الأرض زي ما قلت حضرتك هي بتعتمد على مفهوم ديني، فطول ما في معتقدات دينية هيفضل في هذا الصراع. إذا وجهت لك دعوة لتشارك في حوار على قناة إسرائيلية لبرنامج إسرائيلي لتنقل وجهة نظرك لجماهيرك في إسرائيل، تقبل أم ترفض؟ هو أنا بس حاسس إن إحنا اتكلمنا عن إسرائيل أكتر ما اتكلمنا عن أي حاجة في اللقاء ده. نعم. فأنا يعني حابب إن إحنا نتنقل لموضوع تاني. يعني لو الموضوع، لو الحلقة معمولة علشان نتكلم عن إسرائيل أنا ما عنديش استعداد. لا أنا سألتك سؤال لأنه شفتك منك مبسوط، فعلى ردك بيترتب إذا بنكفي الحلقة أو ما بنكفي. نقدر إن إحنا نكتفي لحد هنا. ما جاوبت. إذا وجهت لك دعوة أن تشارك في برنامج إسرائيلي على قناة إسرائيلية حتى يعرض رأيك للجماهير الإسرائيلية، تقبل أم ترفض؟ وهستأذنك من غير ما يبقى الرد ليه هرفض. ليه؟ أنا كان ردي مشروط. لا ما هرفض. أكرم، إذا قلت لك أن هذه القناة إسرائيلية وهذا البرنامج إسرائيلي، تقبل أن نكمل الحلقة وتقول ما تريد وما تشاء أم ننتهي هنا؟ لا ننتهي هنا، ونعتذر للناس عن أن احنا ضيعنا وقتهم وضيعنا وقتكم كمان. ليه؟ هي بتخيرني أكمل أو لا. ألا يستحق منك الشعب الإسرائيلي أن تعبر له عن وجهة نظرك؟ فندم أنا ما أعرفش الشعب الإسرائيلي، قلت حركة ما تعاملتش معاه، قد يستحق أو لا. بس أنا جاي علشان أعمل لقاء مع القناة الثانية الفرنسية، ومحدش قال لي أن أنا جاي أعمل لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي. إذا قلنا لك أنها قناة إسرائيلية كنت سترفض. فقلت لي أنها فرنسية عشان أوافق، وما جي تقولوا لي إسرائيلية. نعم. وترجعي في الآخر تقولي لي ليه بترفضه؟ مفروض أنه ما نقول، لكن لا أنا شفت أنه رد فعلك منك مبسوط، قلت يمكن بيرجع بآخر الحلقة بيقولي لا
ما تعرضوش. اه يا ريت ما تعرضوش. طب مش حابب ده. هل تكره الشعب الاسرائيلي الى هذا الحد؟ فندم انا قلت ان انا بكره الشعب الاسرائيلي؟ انا قلت لحضرتك انا ما عنديش مشكله مع البني ادمين الاسرائيليين، عندي مشكله مع الممارسات الاسرائيليه الوحشيه بس، ما عنديش مشكله مع البني ادمين. بني ادم ده زي ما البني ادمين عندنا في مصر بيرفضوا انظمه، ممكن يبقى هناك رافضين الانظمه، ما عنديش مشكله مع الشعب، عندي مشكله مع الفكر ومع الاداره. هذا البرنامج يعرض للشعب وليس لاهل الحكم. قد يكون انا مخطئ في اللي بقوله، ولكن انا ارفض، مش حابب ان انا اطلع على القناه الاسرائيليه. اوكي بشكرك. نختم الحلقه. طب ونشكرك. طب هل تحب ان توجه كلمه للشعب الاسرائيلي؟ لا. حتى نختم الحلقه. لا. لماذا؟ هو في ايه يا جماعه؟ اه ممكن تختمها. شكرا، عفوا، السلام عليكم. داير مكره مشعل. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم، وعلى لقاء جديد في حلقة جديدة وحلقة نقاش. احنا ما بيصير انه نخلص حلقة بلا شكر للضيف. والله انا كنت اتمنى اكمل، ولكن انا مش حابب اعمل كده. ثانيا انتوا مفهمين دي قناة فرنسية وانا جاي على هذا الاساس. والله لو كنتوا صراحة معايا من الاول كنت قلت لكم لا. كنت هتيجي ولا لا؟ لا كنت مش هاجي، بغض النظر بنكرهك او لا. بتشوف انه المفروض انتوا مش بتردوا تمدوا ايديكم بالسلام. تمام. انتوا مش معترفين. اكرم ما بتشوف انه المفروض يكون عندك تقبل اكتر من كده كاعلامي؟ والله اوعد حضرتك ان انا هحاول افكر في موضوع التقبل ده. حاضر. حبيت الحلقه او لا؟ إيه لا فعلا. لا خالص والله. حسيت ان في مزاوله؟ طب حسيت ان انت في الحكم؟ طب. بعد المزاوله؟ لا في مداوله، في كاميرا هنا جايب الراجل ده وبيقول انتم تكرهوننا، فعرفت ان في اشتغاله في الموضوع. نشكرك على وقتك، نشكرك على رأيك، وبنقولك إن إحنا مبسوطين قوي إن ده رد فعلك. نشكركم، نشوفكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد، ونزولوا مزولة جديدة، والحكم بعد المزولة. وهو يوسف الحسيني. هو يوسف الحسيني، أنا عارفه. هو يجي من ناحيته خير. بقول انتم تكرهوننا. صدقت ولا ما صدقتش؟ اه صدقت. صدقت. طب بس برافو عليك، حلوة حكينها. اه طب بس انت مصيب. مصيب. هتقول كلمة للناس حوالين الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، وهتقول لهم رأيك في المزاولة؟ الحكم بعد المزاولة، فعلا هم زاولوني واشتغلوني وجم على حتة ما اعتقدش ان في اي حد مصري دمه حامي هيبقى. يمكن انا زي ما قلت لها انا مش قارئ جيد ولا ليه اهتمامات سياسية، ولكن انا قلتها لها في النص كده، انا اجتماعي اكتر، فاعذروني لو انا كان ليا رأي متطرف شوية، ولكن ده يمكن شعور اي حد مصري حامي، بغض النظر عن الراجل اللي قال لي ان الهرم بتاعنا وكده. فاتمنى ان الفلسطينيين يعيشوا في سلام، واتمنى ان المصريين يعيشوا في سلام، ونعيش دايما كده في احسن حال.